مشاهدينا في كل مكان، طابت اوقاتكم جميعا بكل خير، واهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق الثالث. ودائما ما نبحث في الطريق الثالث عن طرق يمكن ان يلتقي فيها كل الطرق ويلتقي فيها كل الافكار وكل الاراء. ما فيش بيت في مصر الا بيعاني من التعليم، من المناهج، من الامتحانات، من بعبع خاص اسمه الثانويه العامه. اعتقد ما فيش بيت في مصر الا يمر بهذه التجربه، يا حاليا في هذه التجربة في هذا العام، يا هيمر بيها من العام القادم. طيب ايه الفرق بين الثانوية العامة القديمة والجديدة والنظام الجديد والنظام الحديث؟ طب ايه مشروع تطوير التعليم اللي اتكلم فيه الوزير طارق شوقي منذ ايام، وتم الاعلان عن الارجاء، وهل الارجاء حقيقي ام ان المشروع قائم وسيتم تنفيذه؟ كل ده النهاردة واكتر في الطريق الثالث مع ضيوفي المتخصصين في هذا الامر، زملائنا الصحفيين الكرام الاستاذ محمود علوان رئيس قسم التعليم بجريدة فيتو اللي برحب بيه. اهلا بيك استاذ محمود. اهلا بحضرتك استاذ زين، وانت بخير وسلام. وايضا برحب بزميلي الصحفي الاستاذ محمد زين الدين، وهو رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية. اهلا بيك استاذ محمد. منورنا في الطريق الثالث. منور حضرتك. طب ناخد كده توطئه. النهارده كان في امتحان ثانويه عامه، يعني يا ترى عدى على خير ولا في خسائر النهارده؟ هو النهارده كان في امتحان ماده الاقتصاد والاحصاء، وهي ماده لا تضاف للمجموع ولكنها ماده نجاح ورسوب. كان المتوقع ان الامتحان يمر عادي جدا لانه الماده غير مؤثره في مجموع الطالب، ولكن ما حدث كان العكس، انه امتحان النهارده كان اصعب، مش في الاسئله، اصعب في مروره على عن امتحان اليوم الاول في اللغه العربيه. النهارده كان الامتحان مليء بالاحداث. وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات النهاردة ضبطت عدد كبير من حالات الغش، حوالي 10 حالات في المادة. ده على مستوى الجمهورية؟ على مستوى الجمهورية. المادة منقسمة لفرعين، فرع الإحصاء وفرع الاقتصاد. هي بدأ الامتحان بفرع الاقتصاد من الساعة 9 للساعة 10:30 الفترة الأولى. الفترة الأولى، ومن الساعة 11 ل 12:30 الفترة الثانية في مادة الإحصاء. كان في حالة محاولة طالبة في كان في محاولة طالبة في بنها للهروب بورقة بكراسة البوكلت بعد الامتحان، بسبب ان هي ما قدرتش تجاوب الإجابة المطلوبة. كان في النهاردة حدث لخبطة في لجنة الأرمان الإعدادية بنين، انه في الجيزة، انه كان في اللجنة فيها لجنتين فرعتين، لجنة لغات ولجنة بالعربي، فتم تبديل ورق العربي مكان ورق اللغات، وده أدى لتعطيل للطلاب بتوع اللغات لحد ما وفروا لهم الأوراق. ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أعلن إن الطلاب بتعوضوا في الوقت. الدكتور ضحجازي اللي أعلن بالظبط. الدكتور ضحجازي. الحادث الأغرب كان في لجنة عبد الحميد رضوان في سوهاج. إن غرفة العمليات تلقت بلاغ عن حدوث مشكلات في لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان. ولجنة مدرسة عبد الحميد رضوان هي بقالها كام سنة وهي محط أنظار، لأن هي من ضمن لجان الشغب. بجانب حدث برضو حالة من محاولة أحد الطلاب إثارة البلبلة في إحدى لجان مدارس بيلة بكفر الشيخ. وبيلة ودار السلام في سوهاج، الاثنين من المراكز بؤر التوتر في امتحانات الثانويه العامه. فتم النهارده استبعاد رئيس لجنه عبد الحميد رضوان بسبب ما تم رصده من مخالفات داخل اللجنه، واعلن الدكتور ضحجازي رئيس عام امتحانات الثانويه العامه هذا الامر. لكن في المجمل اليوم الطلاب اشادوا بالامتحان، يعني عدى على خير وسلام، عدى على خير وسلام باي شكل، لكن تظل آفت نشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا بقى اروح للاستاذ محمد زين الدين، هل فعلا لا زال مساله التسريب قائمه؟ هو في فرق بين التسريب والتداول، عشان نبقى متفقين. قبل التسريب ده اللي بيحصل مقصود بيه ان هو بيحصل قبل الامتحان، ده الحمد لله السنه دي مش موجود لحد دلوقتي. والسنه اللي فاتت بالمناسبه، والسنه اللي فاتت برضه،
هو التحدي اللي بيواجه الوزاره او القائمين على العمليات التامينيه للامتحان بكافه اختصاصات الدوله، ان لغايه دلوقتي رغم كل الاحتياطات اللي بتحدث في طلبه في المراقب في الاقاليم زي سوهاج او كفر الشيخ اللي هي البيله والحامول، لا زالوا قادرين على ادخال اجهزه محمول واجهزه غش، بدليل اللي بيحصل كل يوم. يعني بيتم اذا قلنا مجازا التسريب او التداول بيتم من داخل اللجنه؟ من داخل اللجنه بعد الامتحان، بعد عقب بدايه الامتحان مباشره، ان سواء حالات الغش تم رصدها في اول يوم في اللغه العربيه، او سواء اللي حصل اللي حدث النهارده في ماده الاقتصاد اللي هي الفتره الاولى او في الاحصاء، في خلال 20 من 20 ل 25 دقيقه كان الامتحان منشور على صفحات غش التواصل الاجتماعي. بل الاغرب النهارده ان احنا ان في فوجئنا ان اب كان بيساعد ابنه على الغش، عمال بيطلب من الادمن بتاع الصفحه ان هو يرسل الاجابات بسرعه عشان يلحق يوديها لاولاده. يعني واضح ان في ثقافه لدى البعض، ثقافه خاطئه جدا، بتضيع مجهود الدوله، بتضيع مليار مثلا بتصرف على اعمال الامتحانات بتاع الثانويه العامه. طب الفكره في خروج الحاجه دي او الاسئله من داخل اللجنه، مش المحمول ممنوع في اللجنه؟ مش كل هذه الادوات ممنوعه؟ فين دور المراقب او الملاحظ او رئيس الدور او رئيس اللجنه؟ للاسف حضرتك يعني برضو احنا يعني سواء الدكتور رضا او القائمين معاه في العمليه، في اجراءات غير عاديه او اجهزه الامن اجهزه اجراءات عاديه، بس كل الاجراءات دي لازم نحط في اعتبارنا ان احنا بنواجه 588 الف طالب بيمتحنوا في نفس الوقت امتحان مركزي. يعني انت بتمتحن دوله لو حسبتها في حاجه ثانيه، بيشرف عليها بيشرف عليهم 92 الف مراقب، اكيد في ناس فيهم هيبقوا مقصرين نسبه ضئيله جدا. في النهايه الخطا البشري وارد. فللاسف الخطا البشري دوت، يعني ال 10 حالات احنا بنتكلم على 10 حالات من ضمن 588 الف تقريبا النهارده. النهارده 556 الف طالب ضيعوا مجهود، يعني حضرتك شوف ضيعوا مجهود الناس دي كلها. طبعا احنا عارفين ان الغالبيه العظمى بنسبه 99 لجان فيها حاله انضباط، بس لازم نعترف ان في بؤر فيها توتر ومعروفه بالاسم من قبل ما نبتدي الامتحانات. احنا عندنا قائمه بيها، والوزاره لديها قائمه بيها، وهي شددت اجراءات الامن، بس واضح ان الضغوط اللي هي الاهالي بتاعت المنطقه. خلينا اقول لستك حاجه، انا اقوى. طيب ايه تعليقك يعني او تعقيبك على ما يسمى ببؤر التوتر؟ هي بؤر التوتر دي مرهونه بتكتل بعض الشخصيات اللي بتيجي قبل امتحانات الثانويه العامه بفتره، ويحصل حاجه دي تم اكتشافها من عام 2014، وبدات الوزاره تنتبه ليها من عام 2014. اللي هي التحويلات الخاصه بالطلاب بعينها، بتبتدي تحويلات قبل امتحانات الثانويه العامه بمدى زمن يتجاوز 5-6 شهور. فبعض الاشخاص بيبقى مثلا من محافظات اخرى، ويقدم لابنه على تحويل في السنه الثالثه من الثانويه العامه لمراكز بعينها عشان يجي امتحانه في المركز ده او في اللجنه دي. من هنا بدات القصه دي، بدا التنبه ليها ايام الدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم الاصلي. طب الحكمه، معلش قبل الحكمه، ان اللجان دي هي كانت مشهوره بالتسيب مثلا، بالتسيب وكانت مشهوره بالغش الجماعي، فعشان كده انا باجي هنا عشان اضمن ان انا هغش بالظبط. وكان بيمارس اعمال ارهاب على المراقبين وعلى الملاحظين، وكان بتمارس اعمال ارهاب على المسؤولين عن التامين اللجان، لدرجه انه بعض اللجان كانت بتؤدي امتحانات تحت تهديد السلاح في بعض المراكز دي. فبالتالي كانت المراكز دي بؤر خطيره جدا في العمليه، وكان المراقب اللي بيبقى رايح يراقب على لجنه زي دي هو عارف ان هو كانه رايح ينتحر، هو رايح مهمه انتحاريه بالظبط، هو رايح يؤدي المهمه اللي هيحتاجها الاهالي مش اللي هتحتاجها الدوله. يعني هو عارف ان هو هيروح وهينساق ورا الاهالي بالظبط. القصه دي بدات تدريجيا تخف من عام 2014. السنه دي والسنه اللي فاتت تعتبر في من اقل النسب، وحتى السنوات السابقه فانحصار الى حد ما. لدرجه السنه دي الوزاره مثلا تنبهت الى انها تعمل حاجه اجراء استباقي، وكان ده حصل برضو عام 2014 15 و15 16 اللي هو تتبع التحويلات دي قبل الامتحان، وتفريق الطلاب دول ما يتجمعوش في لجنه واحده. تمام، خلاص اوريدي، واحيل للتحقيق عدد كبير من المسؤولين عن التحويلات دي اللي بيوافقوا على زي التحويلات بالظبط على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا. والقصه دي بس ما زالت برضه بتحصل حتى السنه دي، حصلت تحويلات تحديدا على عشان الطلاب بعينهم يروحوا لجنه مدرسه عبد الحميد رضوان في سوهاج. لا، في دار السلام في سوهاج.
هذه اللجنه كان برضو في البداري في لجنه مشهوره بتوتر. البداري دي كانت اللجنه دي مشهوره العام الماضي والاعوام البداري لجنه البداري السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها تم وقف التحويلات كل التحويلات للبداري، فتحولت يعني في القصه النهاية للقصه. يعني زي ما يكون في زي ما بيبقى في توتر في نوع من التهاون، ايضا في نوع من التعامل، يعني الدكتور رضا حجازي بيتعامل مع هذا الامر بالضبط. احنا احنا لا ننكر الجهد اللي مبذول في وزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم والجهات المعنيه بامتحانات الثانويه العامه تبذل جهد خرافي، والناس دي تقريبا في ناس ما بتنامش، وفي جهود وفي جنود مجهوله كتير جدا. الدكتور رضا حجازي احنا على راي يعني احنا ممكن بنكون متابعين معاه على مدار ال 24 ساعه. الدكتور الاستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، الساده رؤساء الكنترولات ورؤساء اللجان، بس طالما في عنصر بشري وانت بتتكلم في 133 الف شخص بيشتغل في امتحانات الثانويه العامه، ده صحيح. فبالتالي حجم التقصير لو في 1% في وسط النسبه دي هتلاقي رقم. لا ده احنا فعلا يعني انت ذكرتني كان الدكتور رضا حجازي المفروض ان هو معانا النهارده، ولكن طبعا عنده لجان وما الى ذلك، فهو اعتذر طبعا عن الحضور، واحنا مقدرين طبعا ده، ولكن هيكون معانا قريبا. طيب ده ياخدني يا استاذ محمد زين الدين الى الثانويه العامه الجديده، الثانويه العامه اللي بيسوق ليها وكانها هي المنقذ لمشروع التعليم بمصر، بمنأى يعني عن التعليم او المشروع اللي تقدم به الوزير في موضوع التجريبيات وما الى ذلك واللغات والعربي والكلام ده. خلينا نتكلم عن الثانويه العامه باعتبارنا في موسم ثانويه عامه. ايه الجديد في الثانويه العامه مثلا في المشروع الجديد؟ ايه ملامح هذا التغيير؟ طبعا هو عشان في الموضوع دوت لازم نبدا ان مفيش حد في مصر ضد التغيير، ضد ان المنظومه الموجوده حاليا. خلينا اقول مش تغيير، خلينا اقول تطوير. تطوير بمعنى ان كان المصطلح صحيح، ان كان تطوير. لان في ناس بتعمل تغيير ويدعوا انه تطوير. صحيح. مفيش حد ضد التطوير للمنظومه بالذات في المرحله الثانويه، باعتبارها مرحله فاصله في حياه اي طالب. صحيح. في مصر. الدكتور طارق شوقي من سنه ونص تقريبا شغال على الموضوع ده، شغال على الموضوع دوت بشكل منفصل بخبرات جديده. الملامح اللي هي متوقعه هو مستهدف فيها ان يقضي على البعبع الثانويه عامه زي ما حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه. الموضوع ده هيبتدي تطبيقه، طبعا ما ينفعش يتطبق مره واحده، هو هيتطبق على اولى ثانوي. هيكون كل طالب في كل سنه من السنوات الثلاثه عنده امتحانين، الامتحان وفي نفس الوقت بحيث ان الطالب امتحانين، بحيث ان الطالب ياخد اعلى درجات من الامتحان المؤهل في الثانويه العامه. تمام. يعني الثانويه العامه ما بيبقاش مستقبل الطالب مرهون على امتحان مركزي في السنه الثالثه فقط. فدوت شيء كويس جدا يعني. يعني هيبقى حاجه زي ما بنسميها التقدير التراكمي. بالظبط. يعني اولى وثانيه وثالثه هيتجمعوا مع بعض. بالظبط. هي الخوف المخاوف الموجوده دلوقتي ما هو تنحصر في اليات التطبيق بتاعت الحلقه. تمام. فعاليات التطبيق بتاع الخاصة بالمرحلة الثانوية، هل الدكتور طارق هيقدر يسيطر على المجموعة، على عدد الطلبة الهائل دوت؟ هل النظام استخدام التابلت في المرحلة الثانوية وان الامتحانات هتبقى اونلاين، كل طالب يمتحن امتحان مختلف عن الطالب المجاور ليه في الفصل، التقييمات، كل دوت هل الدكتور طارق هيقدر يطبقه في وسط اعداد كبيره وفي ظل تحديات بتواجه الدوله، سواء في توفير الاماكن، سواء في تدريب المعلمين؟ حضرتك احنا مطالب في المرحله دي ان انت تدرب اكثر من 100,000 معلم عشان تقدر تطبق التجربه. وهل اكاديميه المعلمين تستوعب هذا العدد؟ بالظبط. في خلال 3 شهور انت لازم تدرب في حدود 100,000 في مرحله رياض الاطفال ومرحله اولى ثانوي. هل انت هتستطيع ان انت تقدر تتكلم على المشروع اجمالا بقى؟ بالظبط. عشان يقدر يطبقه، ما هو الاعتماد بتاع المشروع على المعلم، المعلم ده اساس العمليه التعليميه. تمام. وفي مشروع في التربيه والتعليم اسمه المعلم اولا او المعلمون اولا. المعلمون اولا. كل المشروع ده المعلمون اولا خرج حتى الان تقريبا 15,000 معلم. فالعدد لسه قليل طبعا، ما يقدرش يواكب التطوير الجاي. فهو المفروض ان في تركيز على المعلمين الخطأ في خلال 3 شهور جايين. طيب. بس ان هم يطبقوا التجربه. محمد فتح لنا موضوع التعليم، التطوير اللي اتكلم فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، والمشروع اول ما الدكتور طرحه، اول ما بدا يعني يطرح للراي العام، حصل هجمه شديده ضد هذا المشروع، خاصه في الجزء اللي يتعلق بالتجريبيات والغاء التجريبيات. هل المشروع تم إرجاؤه
ولا مشروع قائم؟ لا، المشروع لم يتم إرجاؤه بدليل إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وافقت على موازنة التعليم، ومن ضمن بنود الموازنة توفير 2 مليار جنيه لتمويل أجهزة التابلت اللي المفترض يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم. المشروع لم يتم إرجاؤه، لكن في جزئية التجريبيات تم استثناء التجريبيات هذا العام من التطبيق المشروع، وأصبح المشروع القائم في مرحلة التعليم الأساسي هيطبق على طلاب الابتدائي، على طلاب المدارس الحكومية الرسمية ومدارس التجربة اليابانية فقط، وتستثنى من المدارس الحكومية المدارس الرسمية للغات والرسمية المميزة للغات وهي المسمى بالتجريبيات، لحين ما يتم تقييم التجربة العام التي ستطبق العام القادم، وبالتالي يتم تطبيقها على التجريبيات. يعني التجريبيات جاية. التجريبيات جاية. عشان لكن بس يعني إيه يبقى الموضوع واصل للمواطن بشكل واضح. التجريبيات جاية. بالضبط. هتتلغي. هي التجريبيات المفروض إنه الهدف بتاع التجريبيات إنه أنت إن هي كانت تجربة بدأت في نهاية التسعينات. وبدأت في 26 فصل في إدارة مصر الجديدة، عشان خاطر كان المفروض أن الهدف المستهدف منها أن هي تقدم تعليم حكومي باللغات في مادتين، الساينس والماس، بالضبط، الرياضيات والعلوم. بدل ما المدارس الحكومية بتقدم العلوم والرياضيات باللغة العربية عادي، هي التجريبيات الميزة اللي فيها أن هي بتقدم الساينس والماس بالإضافة لجرعة زيادة من اللغات. تمام. وعدد طلاب أقل. التجريبيات في الفترة الأخيرة بدأت تفقد ميزة الكثافات القليلة. بالظبط. وصلت الأمور بسبب برضو بعض القرارات الخاطئة وتغول بعض المحليات على قرارات وزارية نافذة. والقصة كبيرة جدا، والقصة فيها ضخ، فيها موضوع، فيها مافيا كبيرة جدا في مافيا تحويلات التجريبيات، وفي وصلت تسعيرة الملف التحويل لطالب التجريبيات ل5000 جنيه في بعض الإدارات. وبعدين بتحصل حالات من التحايل غريبة جدا، لأنه مرحلة لأنه التجريبيات أنت عشان تدخل ابنك تجريبي لازم أولا يكون مسجل في مرحلة رياض الأطفال. فبيحصل في بعض الإدارات في ذات الكثافة القليلة، فبيحصل تحايل أن أنا عندي أنا ابني أنا ساكن في محيط إدارة تعليمية بكثافة مرتفعة، وابني في سنه أقل من سن التنسيق بتاع التجريبيات في الإدارة دي، فبيحصل أنه السماسرة بيعملوا إيه؟ بيسكنوا الطلاب دول على الورق في إدارات بعيدة وإدارات نائية. بالظبط. التسكين الوهمي الورقي. بالظبط، وخاصة إنه مرحلة التجريبيات هي مرحلة لا صفية، مرحلة الكي جي مرحلة لا صفية، يعني الطالب ما فيهاش حضور، ما فيهوش حضور وما فيهوش غياب ولا أي حاجة، مجرد إن هو مسجل اسمه في كي جي 1 هيطلع كي جي 2. وبعد كي جي 2 المفترض إنه يلتحق بالصف الأول الابتدائي. فبالتالي بيعمل إيه؟ بيسجله في مدرسة بعيدة. وبعد وفي السنة الثانية بيتدخل المافيا اللي بيكون فيها في الأساس أزرع كتيرة جدا متشابكة، لما تفكك فيها هتلاقي نفسك داخل في دوامة ضخمة جدا. فالموضوع بقت فيه مافيا، وفي نسبة لدرجة أنه العام الدراسي الماضي تم ضبط العام الدراسي قبل الماضي تم ضبط بعض أعضاء هذه المافيا في الجيزة. تمام. وكانوا بيتلقوا الأموال بتاعتهم في أحد الكازينوهات، في كافيه، مش بس كافيه، في أحد بارات شارع الهرم، في بار كمان. كانوا بيلتقوا ليلا يقسموا غنيمة التحويلات. ومن ضمن من ضمنهم كان واحد مرشح لعضوية مجلس النواب في دائرة بولاية الدكرور. يا سبحان الله، ومنجحش. منجحش، بس ده منجحش غلط على فكرة. هو كان عامل مكتب مكتب خدمات. تمام. يلتقي فيه اللي جايين يقدموا تحويلات وبرضو من ضمن الحاجات تحويلات المعلمين. والقصة صحيح، ده هو التحاق المعلمين للمدارس الرسمية لغات، ده برضو مافيا تانية. بالضبط. وبالمناسبة الجهات الرقابية تحديدا في الجهات الرقابية في 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 التربية والتعليم في الجيزة عملت مجهود ضخم جدا في الملف ده وفي عدد من الملفات الأخرى،
المرهونه اللي كانت بتمر مرور كرام. الجيزه دي عايزه وناس، الجيزه دي عايزه تبقى وزاره لوحدها. الجيزه دي بحجم مشكلتها هي مشكلتها تكفي وزاره لوحدها. بالظبط انا بقول لك هي عايزه تبقى وزاره لوحدها. انت بتتكلم في اشكاليه يعني الاشكاليه بتاعت تجريبيات متعلقه ان انت عندك كثافات عاليه جدا يقابلها مدارس قليله جدا، فده اللي بيعمل بؤره لنمو اي فاسد والاقبال عليها شديد. يعني حضرتك مثلا بالتحديد القاهره والجيزه، هي المشكله دايما في القاهره والجيزه. انت بتتكلم في بس الجيزه اكتر، انت بتتكلم عموما في 750 مدرسه على مستوى الجمهوريه اغلبهم متركزين في القاهره والجيزه. القاهره على سبيل المثال السنه دي في كل اللي فيها 480 قاعه بتسع 30,000 تلميذ، في حين ان المتقدم لا يقل عن 65,000 تلميذ ينطبق عليهم الشروط. بالعكس السنه اللي فاتت كان في مثلا حوالي او اكثر من هذا الرقم، كان في 40,000 طفل ما لهمش اماكن في القاهره، وما يقرب من 27,000 طفل او يزيد في الجيزه ما لهمش اماكن في التجريبيات. بس المشكله في ان هو في نقطه مغلوطه، هي التجريبيات بتعاني من مشاكل ضخمه جدا اي نعم، ولكن الاطلاق القول بان التجريبيات فشلت ده كلام مغلوط. ده مغلوط تماما. تمام. التجريبيات في نسبه كبيره جدا من التجريبيات بتقدم تعليم اعلى بكتير جدا من التعليم اللي بيقدم في مدارس لغات ومصروفات. خلينا نتكلم بمش كلام تحليل محمود علوان ولا هاني الدباني، لا تعال نشوف اوائل الثانويه العامه على مدار العشر سنين اللي على فاتت. مدار العشر سنين اللي فاتت هتلاقي النسبه الغالبه من المدارس تجريبيه، صحيح، ونسبه قليله جدا من اوائل الثانويه العامه بتبقى من مدارس لغات خاصه بمصروفات ضخمه جدا. نسبه دخول الجامعات، نسبه دخول الجامعات من المدارس الرسميه. لو انت احنا انت لو بتقيس زي ما حضرتك اشرت، القياس هنا اخر مرحله في التعليم في التعليم قبل الجامعي هي المرحله الثانويه. الاعلى فئه في المرحله الثانويه هم فئه الاوائل. فانت لما تقيس نسبه الاوائل من التجريبيات هتلاقيها نسبه عاليه هي جدا. الاعلى بالظبط. تمام. بالاضافه لكده انه في مدارس من التجريبيات، في مدارس تجريبيه بتقدم مستوى تعليمي وتربوي على مستوى عالي جدا. القصه اطلاق العموم بان التجريبيات فشلت، لا التجريبيات لم تفشل، ولكن التجريبيات تم تفشيلها في بعض بعض المناطق وفي بعض الادارات بفعل فاعل بغرض. حلو قوي الحته دي، معلش قولها تاني. هي التجريبيات تم تفشيلها في بعض الادارات وفي بعض المناطق بفعل فاعل. ده تصريح صحفي ده يتكتب دلوقتي على الشاشه بعد اذنكم. الفاعل هنا تمام هو اولا ايدي رخوه من وزاره التربيه والتعليم في على مدار العشر سنين اللي فاتت في مكافحه الفساد. تمام. في مكافحه الفساد قرارات متضاربه وقرارات خاطئه. كمان بعض وكلاء الوزاره حبوا يعملوا انجازات وهميه بقبول اعداد كبيره من الاطفال على حساب جوده المنتج التعليمي جوه المدارس. صحيح. فبالتالي انت هتلاقي مثلا بعض الفصول المسكن فيها بالفعل يصل ل 60 تلميذ، في حين ان اصلا التجريبيات اقصى رقم توصل له مفترض انها 29 و10% و10% اللي على شارع الهرم التجريبيه 130 تلميذ في التجريبيات قسموهم السنه اللي فاتت السنه دي لفترتين. السنه اللي فاتت لفترتين ثلاثه. على فكره ده ضد القرار الوزاري. بالظبط ضد القرار الوزاري. هو اساسا زي ما بيقول علوان وكلاء الوزراء او المسؤولين عن التعليم مش بيقدروا يواجهوا الضغوط، سواء اعضاء مجلس الشعب بيتدخلوا، سواء جهات في الدوله، حتى في زملاء صحفيين بيتدخلوا ان هو عادي يدخل ابنه في تعليم يتناسب مع مستوى الدخل بتاعه وتعليم جيد. فطبعا سواء كان بقصد الافشال او غير الافشال ده بيؤدي لافشال المنظومه كلها. خليني اقول لحضرتك حاجه كمان، هي الحته اللي اشار ليها الاستاذ محمد، قصه قيمه المصروفات الدراسيه للتجريبيات. انت لما تقيس القيمه الفعليه للمصروفات الدراسيه في التجريبيات لا تساوي شيء قياسا مثلا بمصروفات المدارس اللغات الناشونال او الدوليه. تمام. المدارس الخاصه لغات والمدارس الدوليه، انت بتتكلم في مدارس خاصه لغات وصلت بتبدا من ارقام 5,000 جنيه لحد ما توصل ل 25,000 و30,000 جنيه. المدارس الدوليه بتبدا من فوق ال 40,000 جنيه لحد ما توصل، انه في مدرسه في الشيخ زايد مصروفاتها الدراسيه تتجاوز 400,000 جنيه. مدرسه دوليه، والمدرسه دي كان ليها واقعه ضخمه جدا وبدا النكش فيها وبدا الكشف على الظهر. هو ما بياخدش 400,000 جنيه مصري، هو هو كان بتتقاضى يعني. المدرسه دي بتطبق النظام الانجليزي. تمام. الاي جي. هذه المدرسه كانت بتحصل مصروفاتها بالجنيه الاسترليني.
مقابل الجنيه الاسترليني يتجاوز 400,000 جنيه طبعا اللي بتحصله. طبعا المدرسة دي الأغرب من كده إن المدرسة دي كان فيها 800 طالب مصري ولا تدرس مناهج الهوية المصرية. ولا ليها علاقة ولا معترفة بوجود. طيب ده يخليني أسأل محمد بعد المتصل الكريم اللي هنتلقاه حتة مشروع التربية والتعليم الجديد اللي هو حتة بقى العربي وخايفين قوي على اللغة العربية، هل المسألة لغة عربية ولا المسألة حاجة تانية؟ خليني أشارك معانا مشاهدينا والأرقام هتظهر على الشاشة تباعا على يعني كافة المحافظات اللي عنده أي سؤال سواء في الثانوية العامة أو في نظام التعليم يتفضل يتوجه لينا بهذه الأسئلة. ومعانا أول اتصال الأستاذ محمد من هنا. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. الأول اسمح لي أقدم تحياتي لحضرتك والبرنامج والأساتذتنا الكبار اللي مع حضرتك منورين البرنامج النهاردة. والتحية إليك أشكرك. الله يكرمك. حضرتك أنا هتكلم في القاعدة الأساسية كديمقراطية وحق الوطن لكل طالب وكل إنسان في البلد. النهاردة حضرتك احنا كتعليم ايه معنى تعليم سعادتك؟ هو الفرق بين القطاع الخاص والتعليم الخاص والعام وهكذا، بيفرق بين الالف، ده الف لو مؤاخذه في الذره وده الف عليه همزه، هو التعليم تعليم سعادتك واحد، المفروض ما فيش فرق في اي شيء. دي حاجه. الهدف كان النهارده حضرتك احنا لابد نهتم بالتعليم الحكومي والقطاع العام عشان ما نديش فرصه للقطاعات الخاصه. نيجي حضرتك نقول اقتصاد البلد، ما نقدرش نبني مدارس في اماكن. النهارده التعليم سعادتك مش مباني، التعليم مبنى العقل والتعليم. بمعنى النهارده انا ممكن اعمل الحمامات ودورات المياه تكلف تكلفه الاماكن اللي هي فيها ادميه، لكن بالنسبه للفصول انا عندي استعداد اعمل لو من استشاخ خشب بس اعلم الطلبه تعليم جيد، مش لازم المبنى ويكلف بالمليون والاثنين والعشره. ونبص للتعليم الحقيقي اللي هو ازاي. دي حاجه. اعتمادنا النهارده على التعليم الفني المفروض سعادتك الناس واخده فكره خطا. انا بكلمك راجل دبلوم صنايع، اتحدى اي طالب ثانوي، انا راجل مبتكر ومؤلف وكاتب سعادتك. ما شاء الله. الله يكرمك. من خبره الحياه، فخبره الحياه دي كبيره جدا جدا، فعاوز نبص للتعليم الحقيقي سعادتك بمعنى تعليم وليس ماديات وتحصيل فلوس وهكذا. شكرا لحضرتك. وانا بشكرك استاذ محمد، ويمكن استاذ محمد يعني بيتكلم في جزئيه مهمه جدا، هي حته ان التعليم في النهايه واحد. هو بيتكلم في جوهر التعليم بعيدا بقى عن الفندقه. يعني التعليم في النهايه واحد، الالف هو الالف، الاي هو الاي، والبي هي البي. ولكن في فرق بين ان انت داخل مدرسه خمس نجوم ومدرسه عاديه في النهايه بتدرس نفس المنهج نفس الموضوع. طيب فكره اللي احنا اتكلمنا فيها قبل الاتصال كانت حول موضوع اللغة العربية، هل فعلا احنا اكتشفنا ان احنا مقصرين في اللغة العربية؟ والسؤال الذي يليه، طب هل ابنائنا في المدارس الرسمية للغات مستواهم في اللغة العربية ضعيف، ولا منهم شعراء ومنهم نجباء ومنهم ناس متفوقين في اللغة العربية كمان؟ تمام. طبعا نقطة ان اللغة العربية دي نقطة حساسة جدا بالنسبة لنا، انها بتمثل الهوية. تمام. مفيش حد معترض على الاطلاق ان لازم تدرس معاني الانتماء والولاء للطلبة الموجودين في المدارس. النقطة ديت محل جدل بين البحوث التربوية. مش الوقت الموضوع دوت مش بدأ مع الدكتور طارق شوقي. حضرتك لو رجعت اللي هو مجمع اللغة العربية في خلال المؤتمر، هو ليه مؤتمرات سنوية أنا متابعه من 2009 أو 2008. كل مؤتمر في شهر 4 بيتكلم على اللغة العربية وإن في حالة من حالات الانحدار في استخدام اللغة العربية بتزداد مع مرور وهنا بيتكلم على المجتمع بشكل عام. لا بيتكلم على التعليم ولا بيتكلم على التعليم تحديدا؟ التعليم تحديدا. على التعليم. تمام. التعليم تحديدا. الفكره بتاعت دكتور طارق شوقي هي فكره ما بتأيدها دراسات كتير وبتعرضها دراسات تربويه كتير برضه. الفكره بتقول الفكره اللي بيطبق اللي بينادي بيها الدكتور طارق شوقي حاليا ان ما فيش دوله في العالم بعيد عن مصر بتدرس الطفل قبل سن العشر سنين بلغه غير اللغه الام، ان عقل الطالب بيستوعب عدد معين من الكلمات في السنه، فلما بياخد مثلا لو بيستوعب هنفترض مثلا 400 كلمه او 500 كلمه في السنه، فبتديها له بالعربي وبتديها له بالانجليزي، فبيحصل عنده تشوش في الذهن. انا عايز بس احط خط تحت كلمه انت قلتها اللي هو اول 10 سنين في عمر الطالب. بالظبط. اللي هي لو قسناها بالتجريبيات يعني سنه رابعه. سنه رابعه ابتدائي تحديدا. مفيش دوله في العالم بتدرس لغه غير اللغه الام، خصوصا ان الطالب مش
ان المفروض اللغه اللي هو بيجدها لازم بيتحدث بيها المجتمع، لازم البيت بيتحدث بيها، ده مش متوفر، مش متوفر. بس اللي اتقال واللي اتعرض غير كده، اللي اتقال انه لحد سنه 6 مفيش اي لغه تدريس باللغه الانجليزيه. انا شرحت لحضرتك الموضوع دوت، في دراسات تربويه كتيره وكلها كل مجموعه دراسات بتؤدي لنتائج مختلفه. بس هو يعني في خلاف في الامر. بالظبط، في دراسات بتؤيد ودراسات بتعارض، في دراسات بتؤيد ودي لها يعني زي ما بيقولوا حيثياتها ودي لها حيثياتها. حضرتك ممكن اجيب لك دراسات بتؤيد ان الطالب بيستوعب كذا لغه، بدليل ان انت ممكن حضرتك لما تروح الاقصر ولا اسوان بتلاقي عيل صغير بيجد فرنساوي وانجليزي واسباني، وهي المتميزه المدارس الرسميه المتميزه فيها لغه ثانيه من سنه رابعه. بالظبط، فيها الماني وفرنساوي واسباني وغيرها من اللغات. هتلاقي نفس القصه في دراسات بتؤيد كده. ممكن نطلع شويه، احنا كنا في اينا، ممكن نطلع شويه نشوف سوهاج. استاذ عبد الستار اتفضل. ليه كده يا استاذ عبد الستار؟ احنا اسفين على الاطاله. طيب بعتذر لك مره ثانيه وحضرتك اتصل بينا ثاني. اهلا بيك في اي وقت يا استاذ عبد الستار من سوهاج. في نفس الاطار محمود علوان، المشروع الخاص بالتجريبيات، هو اللي حاليا موجودين في التجريبيات مصيرهم ايه؟ طلبه ومدرسين. هو اللي حاليا موجودين في التجريبيات كطلاب هيستكملوا. طب عشان ما اطولش عليه استاذ عبد الستار رجع، معلش هاخده. استاذ عبد الستار اتفضل. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، مواطي تلفزيون. ماشي، مواطي تلفزيون منورين. الله يخليك تسلم. نشكركم على البرنامج اللي انتم تقدموه ديت، واخد بالكم من تعليم اللي خلي الناس تمام. بشكرك. عندك مشكله في التعليم او رؤيه في التعليم يا استاذ سلطان؟ عندي سؤال. اتفضل. انا مخلص دبلوم تجاره من سنه 2004. كل ما نسال عن معهد الصرافه يقول لك كل 10 سنين بيجي مره. ايه السبب اللي يخليه يجي كل 10 سنين مره؟ معهد الصرافه. طب معهد الصرافه هي دي مساله عايزه حد في التعليم العالي يعني، بس حد يدخل. طيب حاضر، هنحاول نجاوبك. اشكرك استاذ عبد الستار، بس مره تانيه لما اتكلمنا يا ريت توطي التلفزيون وتسمعنا من خلال التليفون. ودي رساله لكل مشاهدينا في كل مكان، اللي عايز يعمل معانا مداخله اهلا بيه طبعا، والارقام موجوده على الشاشه، ولكن ارجوكم نوطي التلفزيون قوي خالص او ننتقل لغرفه تانيه ونسمع بعض من خلال التليفون. مره تانيه محمود علوان هو بيتكلم في معهد صرافه، طبعا ده تقريبا اكيد كده يبقى تعليم عالي يعني. ده مرتبط بالتنسيق، بس انا في حدود معلومات واساتذتنا في التنسيق في التعليم العالي ممكن يصححوا المعلومه دي، ان هو معهد الصرافه معمول عشان خاطر الطلاب اللي فيه لما بيدخلوا بيخرجوا بيشتغلوا. فبالتالي هو بياخد الدفعه اللي بيحتاجها سوق العمل، على قد احتياجه. على احتياج سوق العمل. هو بيتوظف في بنوك مثلا، في شركات صرافه، بيتوظف في بنوك. فهو بياخد الطلاب اللي هياخدهم، هو عارف ان هم ان هو هيشتغل على حسب العدد، فبياخد احتياج سوق العمل. ده في حدود معلومه. تمام. بالرجوع للمشروع التعليمي الجديد، مصير الطلبه، مصير الطلاب والمعلمين. طيب اللي هم بالذات تحديدا، معلش اسمح لي ان انا اطول في السؤال، المادة الساينس ومادة الماث. لا، الطلاب اللي موجودين حاليا في تعليم في التجريبيات هم مستمرين على نفس النظام، مفيش اي تغيير بالنسبة لهم. حتى واللي داخل منهم كي جي 1 السنة اللي جاية على تجريبيات هيكمل كي جي 1 وكي جي 2 تجريبيات زي ما هو. تمام، بنفس النظام لحد ثالثة ثانوي، لحد ما يتخرج على نفس النظام. كلام لحد تضارب. لا، لحد ما يدخل ثالثة اعدادي، بعد ثالثة اعدادي هيلتحق بالثانوية العامة على النظام الجديد. تمام، التجريبيات هيبتدي تطبيق النظام عليها وفقا للرؤيه المطروحه، وفقا للطرح المطروح، بدءا من عام 19-20 اللي هو العام بعد القادم. ايوه، ايه بقى اللي هيتنفذ على اللي هم حاليا في مرحلة ابتدائيه او اعداديه؟ المرحله ابتدائيه واعداديه مش هتنفذ عليهم اي حاجه، هم مكملين زي ما هم. هيخلص هو لحد ثالثه اعدادي بنفس النظام القديم. اللي هو بيدرس بنفس الطريقه، بيدرس نفس المواد. ولكن هيدخل عليه تعديلات في المناهج للتخفيف، يعني في بعض الدروس هتتحذف، في بعض الدروس هتدمج، ده كل ما هيتم على النظام القديم. مش بس في التجريبيات، في المدارس الحكوميه العاديه الثانيه. الفارق انه في المدارس الحكوميه العاديه الطلاب اللي داخلين السنه اللي جايه اولى ابتدائي وكي جي 1 وكي جي 2 في مدارس حكوميه عاديه وفي اليابانيه هيطبق عليهم النظام الجديد. محور الاساس اللي قائم عليه النظام الجديد، تمام،
ينقسم لجزئين، اساس في مرحله الثانويه العامه واساس في مرحله التعليم الاساسي اللي هي تبدا من اولى ابتدائي من رياض الاطفال لحد ثالثه اعدادي. الاساس اللي قائم عليه هنا هو في مرحله التعليم الاساسي حاجه بتسمى المنهج المحوري او من المنهج ذي الوحدات متعدده التخصص. بمعنى ان هو كل الطلاب اللي في الطالب من اولى ابتدائي هو هيدرس مجموعه المناهج في كتاب واحد. يعني المفترض ان هو كان الرؤيه المطروحه في البدايه خالص انه كان هيتم دمج ماده اللغه العربيه مع العلوم مع الرياضيات مع الدراسات الاجتماعيه مع مواد تكنولوجيه في كتاب واحد. ازاي هيقول لحضرتك ازاي؟ ان هو مثلا هيعمل وحده بتتكلم عن الانسان. فازاي يخدم منهج الدراسات الاجتماعيه عن الانسان؟ هيتكلم عن البيئه اللي بيعيش فيها الانسان ويستغل الكلمات اللغة وفي اللغه العربيه. تمام، يتكلم مثلا عن الاسماء والضمائر. يعني هو موضوع واحد، هو وحده واحده هيتكلم بالظبط، بس فيها بيحط فيها كل المناهج الفرعيات كلها بالظبط كل المناهج. يتكلم مثلا عن العلوم، في العلوم عن اعضاء التشريح لجسم الانسان، اعضاء مسميات الاعضاء الخاصه بجسم الانسان. ده جوهر المنهج، والمنهج ده على فكره مطبق مطبق قبل كده في البحرين وموجود في مصر عندنا بتجربه قائمه بالفعل في مدرستين، مدرسه البكالوريا الدوليه الاي بي في الشيخ زايد ومدرسه البكالوريا الدوليه في المعاد، والمدرستين دول يعني وجب التنويه طبعا والشكر للمدرسه الدوليه يعني، والدكتور اشرف لبن عامل شغل كويس جدا فيها. ده صحيح، وبدليل ان هم خدوا اعتماد على مستوى الشرق الاوسط. ده صحيح. تمام؟ المدرستين دول كانت تجربه عملها برضه وزير التربيه والتعليم الاسبق الدكتور محمود ابو النصر، وكان مسميها مشروع المدرسه الداعمه. هي واحده في زايد والثانيه في مدينه المعراج السفلي في المعادي. كانت الفكره القائمه ان هو يعمل مدرسه داعمه، كل مدرسه من هذه المدارس تدعم مجموعه مدارس حواليها. ويتحول المدارس دي في السنه اللي بعديها الى مدارس داعمه تدعم المدارس المحيطه بها، فتتحول انه يبقى عنده في كل اداره متولية. تعليميه زي متوليه بالظبط متوليه، فيتحول انه كل اداره تعليميه فيها مدرسه داعمه على مدار 3-4 سنين. يبقى عنده مثلا في كل اداره تعليميه على مستوى 315 اداره مدارس داعمه، فبالتالي يحقق الغرض المطلوب منها، وهو فكرة نشر ثقافة البكالوريا الدولية في مصر، اللي هي فكرة أنه كان هادف أنه يبقى عنده التعليم يقضي على فكرة الازدواجية في المنظومة التعليمية. وكده مش هيبقى في ثانوية عامة، هو البكالوريا الدولية دي تعادل ثانوية عامة بالظبط كده، لأن تمام؟ هي امتحان دولي، وهي بتعادل كمان الشهادات الدولية زي الدبلومة الأمريكية. يعني البكالوريا الدوليه اللي بتطلع من الطلاب اللي بيحصلوا على البكالوريا الدوليه من مدرسه الشيخ زايد معترف بيهم في دول العالم بره، ويحق له ان هو يدخل يلتحق بجامعات 10% في التنسيق. بعيدا عن التنسيق، ما انت لو كل الطلاب عندك بكالوريا دوليه مش هيبقوا كلهم يخضعوا لنفس التنسيق بالظبط. لكن القصه ان انت هذه الشهاده هي معترف بيها كشهاده، مش معترف بيها كشهاده دوليه. زي ما انت في مصر وفي دول العالم المختلفه معترف بشهاده الدبلومه الامريكيه. تمام، اي مدرسه في العالم بتطبق نظام الدبلومه الامريكيه الطلاب خريجيها بيلتحقوا بالاماكن اللي تعترف بهذا النظام. دي تجربه، ده جوهر منظومه التعليم الجديده. تمام، وهي مطبقه بالفعل، بس الفكره في التطبيق بقى. انا جاي لحضرتك، هل كلمه تعريب المناهج هتبقى تجربه زي مدرسه الشيخ زايد الدوليه؟ لا لا، هي هنا بص، فكره اللغه العربيه دي هذه كلمه حق اريد بها باطل. يعني بمعنى انه وزاره التربيه والتعليم لما تعرضت لضغط، هي اولا اساءت التسويق لمشروع التعليم الجديد من البدايه. انت لسه كاتب من كام يوم تمام بتقول يعني في مدير تسويق وفشلوا في التسويق بالظبط، او مستشار تسويق وفشلوا في التسويق. يعني سيد وزير التربيه والتعليم الوزير الوحيد في اللي جه وزاره التربيه والتعليم واستحدث منصب مستشار للتسويق الالكتروني. تمام، رغم ان هو يقدم خدمه يعني، فاحنا الى الان مش عارفين منصب المستشار للتسويق الالكتروني. ولكن هذه القصه مرهونه به. هم لما جم يطرحوا المشروع التعليمي الجديد كان في اولا ثلاث اتجاهات لازم يمشي فيها الوزاره، اما ان هو عن كبر او عن عدم خبره او عن قصد او ايا كان لم يتضح الامر. اول حاجه
السيد وزير التربية والتعليم لم يلتقي في مرحلة الإعداد بلجنة التعليم في مجلس النواب تمام، ولم يعرض الأمر على المجلس الأعلى للإعلام، لم يعرض الأمر على المجلس الأعلى للإعلام على المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للتعليم. ده مجلس يرأسه وزير التربية والتعليم، فبالتالي والمجلس ده مش منوط بيه ان هو يدرس امور يعني دي، ومش هيعارض، مش قصه يعارض برضه، الناس مختلط عليها الامر في 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 موضوع المجلس الاعلى، في موضوع المجلس، المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي هو مش جهه اختصاص للدراسه، لكن في جهات في الوزاره مختصه بدراسه التجارب وتقديم الدراسات، زي المركز القومي للبحوث التربويه تمام، وزي المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. المركزين دول بمعادلة جامعات وقرارات تأسيسهم كل مركز منهم يعادل جامعة، لدرجة انه المركز احد كل مركز فيهم بيمنح درجة الماجستير والدكتوراه لحد درجة الأستاذية تمام تمام، وبياخد نفس معادلة الجامعات. يبقى الموضوع محك التجربة او مشروع يبقى محك التجربة. اما في مسألة اللغة العربية في عجالة في 30 سنة في 30 سنة اللغة العربية، فكرة ان احنا خايفين على اللغة العربية دي انا في تصوري كلام مغلوط لسببين، لانه اغلب القائمين على مشروع التعليم الجديد هم خريجي واساتذة في الجامعة الامريكية كمان. طيب في دقيقة استاذ محمد، تجربة المدارس اليابانية الى اين؟ محدش يقدر يقول يتوقع التجربة اليابانية، بس هي اضافة لو ان تم تطبيق انشطة توكاتسو تحديدا اعتقد ان هي هتبقى اضافه للعمليه التعليميه. ده هم بادئين بثلاث انشطه فقط في مصر تقريبا، هم بادئين ب 45 مدرسه. لا بكلمك على الانشطه، لا هي انشطه التكاثر بدأ بثلاثه. لا دي بدأ شامله على 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 التلاميذ. انا لو حضرتك زرت في 12 مدرسه مطبق عليهم مطبق عليهم النظام ده، في اختلاف كبير، بس هو السؤال برضو هل المعلمين اللي تم اختيارهم تم تدريبهم كويس بالظبط؟ ان التجربه الاولى ساعه ما تم افتتاح المدارس فشلت بسبب عدم توفير التجهيز. هو السنه دي في كام مدرسه؟ هو بعيدا عن المقاطعه، هو بعيدا عن مقاطعه حضرتك، انا اسف للمقاطعه. هو في كارثه في في مدارس اليابانيه. وزاره التربيه والتعليم خوفا من تجربه الفشل التي وقعت فيها العام الماضي في المدارس اليابانيه اسندت تمام اداره مشروع المدارس اليابانيه بالكامل لاحدى شركات القطاع الخاص. نعم ده حقيقه، ده بالفعل ده تم الاعلان عنه، ده هيتم الاعلان عنه خلال الايام يعني القادمه بعد عقد امتحان الثانويه العامه. نعم طيب النهارده في سبق معانا ان هيتم اسناد مشروع المدارس اليابانيه لشركه خاصه، لشركه خاصه هي والكلام على وعده محمود علوان، لدرجه انه وحده المدارس اليابانيه ابلغت بعض وكلاء وزاره التربيه والتعليم في المديريات التعليميه انتم ليس لكم اي علاقه باختيار المعلمين بتوع المدارس اليابانيه، ما لهمش سلطه، ما لهمش اي حاجه. اللي هيختار المدرسين واللي هيختار مدير المدارس هي الشركه، وهذه الشركه هي التي قدمت دراسه تمام بتحديد مصروفات المدارس اليابانيه ب 10,000 جنيه كمان، ده بالفعل تمام، عشان تقدر توفي الالتزامات اللي هي محتاجاها. بعد ما كانت المدارس اليابانيه بعد ما كانت 4 العام الماضي، السنه اللي هيطبق المدارس اليابانيه كان في تصريح صادر عن الهيئه العامه للابنيه التعليميه بان هو تم تسليم بالفعل 31 مدرسه. احنا المعلومه اللي عندنا انه ما تم بالفعل تسليمه كام؟ 27 مدرسه. 27 مش 45، وهيكملوهم 45. طيب مفروض نشوف السنه دي التجربه اليابانيه هتتم على ايه، والمدارس هتتم على ايه، وهيكملوا 45 ولا لا. بشكر ضيوفي في الاستوديو الاستاذ محمد زين الدين رئيس قسم التعليم بجريده الجمهوريه، شكرا جزيلا، وايضا الاستاذ محمود علوان رئيس قسم التعليم بصحيفه فيتو، شكرا جزيلا. شكرا لك. يبقى الشكر موصول لكم مشاهدينا الحسنى المتابعه. ملف التعليم ملف مفتوح معانا في الطريق الثالث ايضا، وهو ملف مهم ويمس كل بيت وكل اسره في مصر والوطن العربي ايضا، وهنكون معاكم ان شاء الله في حلقات قادمه عن التعليم وعن الصحه وغيرها. غدا هيكون معانا لقاء ومناظره هامه جدا بين الدكتور محمد هدايه الداعي الاسلامي وبين الدكتور عبد الله رشدي ايضا احد علماء الازهر حول مساله المعراج. هناك من يؤمن بالمعراج وهناك من لم يؤمن بمساله المعراج ولم يثبت او يثبت مساله المعراج بالنسبه طبعا للدكتور محمد هدايه. في المقابل الدكتور عبد الله رشدي غدا سيقوم بالرد من وجهة النظر الأخرى. انتظرونا غدا في حلقة جديدة والطريق الثالث لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدباني يحييكم، إلى اللقاء.